اكو ناس بوشايات مخبر سري. طيب. اكو شخص جاني من الموصل. انا في احدى زياراتي للموصل. وممكن انا ذاكرها في احد اللقاءات او ما ذاكرها ما ذاكرها. اسمه احمد محمد جاسم فتشي. المهم هذا الاسم يتشابه بالرباعي. طيب. بالرباعي واللقب. محكوم اعدام. من مدينة في الموصل او من قرية اسمها الموالي. ومعروفين هاي القرية اغلبهم منتمين للأجهزة الأمنية بالشرطة والمؤسسات الأمنية. نعم. بعد عام 2003 فمحكوم بالإعدام ومصادق قرار حكمه بالإعدام. لا يشمل قانون العفو لأن التهمة الموجهة له بالانتماء بعد صدور قانون العفو. طيب. لأن من نهاية 2016 إلى نهاية 2017 اللي تحررت داعش. قانون العفو كان في شهر 8 2016. نعم. المهم موجهت لتهمه ولا يشمل قانون العفو. محكوم بالإعدام مصادق الحكم ورايح الملف للتنفيذ. جوني هلا وحكوا وياي انه يابا هذا ابننا مو المطلوب. قاعدة البيانات للأجهزة الاستخبارية كلها تقول احمد محمد جاسم على ما ذكر الاسم مواليد 90 المطلوب بالانتماء و الانخراط بالتنظيمات الإرهابية. هذا الرجال معدوم مواليد 68. طيب. كيف حكم بالإعدام هذا؟ طيب. معناته أنه انتزعت الاعترافات منه بالإكراه. طيب. هذا هسه هذا الاسم خلي يدقونه. شيكت ويا الأجهزة الاستخبارية. رجعت وتحدثت مع الأخ رئيس مجلس القضاء وطلبت من عنده بناء على يعني طلب ذوي جابه وذوي التقوا أيضا بالقضاء وقالوا هاي تفاصيل. القضاء يحكم بالورق تجي اعترافات. طيب. جاي معترف وهو المطلوب أصلا مواليد 90. طيب. وطلع بعدين ولا لا؟ لا زال هو مسوي له إعادة محاكمة صارت بصلاحية قانون العقوبات أعتقد أو قانون العمل اللي ينظم العمل القضائي يسمح إذا ظهرت حالة تنفي أعتقد يعني ما أعرف شنو المادة القانونية. طيب. ولكن سمحت لهم بخارج قانون العفو بإعادة المحاكمة لهذا الشخص. تسأل أبو الاستخبارات مانينا ويقول إيه والله هذا الشخص بريء. تسأل استخبارات بغداد يقول إيه والله هذا الشخص بريء. تفتح أي حاسبة من حاسبات الأجهزة الأمنية مو هو المطلوب. كيف اعترف؟ لأن الأوراق الأمام القاضي يقول اعترف. إذا إحنا عندنا آلاف من هاي الحالات.